مولانا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن خلوني في بدايه حلقتنا اتكلم مره اخرى عن مشروع تنميه شمال سيناء. المشروع نقصد بيه مساحه تصل الى 100,000 فدان في مناطق ربعه وبئر العبد، منها حوالي 12,664 فدان تم تخصيصها بنظام حق الانتفاع والتمليك في مناطق بئر العبد وربعة. هذه المساحات منها حوالي 6,691 فدان تم تخصيصها بالتمليك في مناطق بئر العبد، وأيضا مساحة 5,973 فدان في منطقة ربعة بنظام حق الانتفاع. هذه المساحات أضيف لها حوالي 2,500 فدان تم بيعها بنظام التمليك لأهالي سيناء في مزاد مغلق، ولكن كل هذه المساحات اشتملت كراسات الشروط على أنها تباع للمواطنين سواء من أبناء المحافظات أو من أبناء سيناء بنظام أرض بور زائد بنية أساسية. إذن جهة الولاية وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أصبحت ملزمة بتسليم هذه الأراضي للمنتفعين سواء بحق الانتفاع أو بنظام التمليك. وخلي بال حضراتكم أن عدد المنتفعين بهذه الأراضي بلغ حوالي 1,200 منتفع ما بين حق انتفاع حصل على الفدان الواحد بقيمة تقترب من 6,500 جنيه لحق الانتفاع أو تمليك بدأ الفدان فيه من 40,000 جنيه إلى 283,000 جنيه للفدان الواحد، ودي أعلى قيم لأراضي في سيناء كان المزاد بين عامي 2017 و2018. وقلنا قبل كده أن لغاية 2020 لم تكتمل البنية الأساسية لهذه المشروعات، وبالتالي الناس مش عارفة تشتغل رغم أنها استلمت أراضيها. يعني جميع الأراضي سواء تمليك أو حق انتفاع لم تكتمل البنية الأساسية زي ما حضراتكم شايفين في هذه الصور اللي بعتها لينا المنتفعين من داخل مناطق بئر العبد وربعة. تم تسليم 90% على الأقل من هذه الأراضي، وحوالي 10% من هذه المساحات يرفض أصحابها سواء الفائزين بمزادات التمليك أو حق الانتفاع استلمها إلا بعد اكتمال بنيتها الأساسية بالكامل. وخلونا أقول لحضراتكم بوضوح أن اللي فتح ملف مشروع تنمية شمال سيناء في بئر العبد وربعة مرة أخرى في برنامج الجدعان هو إنذار من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لكل المنتفعين بهذه الأراضي بأنه إذا لم يتم استصلاح واستزراع هذه المناطق على الفور سيتم سحبها من كل المنتفعين المتقاعسين. طب الناس لسه لغاية النهاردة البنية الأساسية لم تصل إلى أراضيهم، طب إزاي هيعملوا أعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحات ضخمة في بئر العبد وربع؟ المهم أن هذا الإنذار تسبب في إغضاب كل المنتفعين بأراضي مشروع بئر العبد وربع رغم الوعود اللي أطلقها الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في زيارته الشهيرة جدا لمناطق المشروع في عام 2020. احنا هنوقف كل الأقساط، مفيش حد هيستلم الأرض غير بالبنية الأساسية، احنا فاهمين ان الدولة لازم تساند كل المنتفعين بهذه المشروعات، احنا هنطبق الشروط اللي موجودة في كراسة الشروط، ولكن لا شيء ينفذ. المساحات عشان نكمل بنيتها الأساسية محتاجين 1,300,000,000 جنيه. كيف يمكن لمنتفع أو صاحب أرض تمليك لا تتجاوز مساحتها 20 فدان أن يساعد أو يساهم في مبلغ 1,300,000,000 جنيه لاكتمال البنية الأساسية للمشروع بالكامل؟ وبالمناسبة وفقا لخبراء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الفدان الواحد في بئر العبد وربعة البنية الأساسية بتاعته بتتكلف حوالي 103,000 جنيه. كيف يمكن لهؤلاء المنتفعين أو الملاك الصغار أن يساهموا بهذه المبالغ الضخمة للحصول على أراضيهم اللي اشتروها بأغلى الأسمان في مزادات رسمية في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية. أخيرا نداء للسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واللواء محمد رشوان رئيس جهاز تنمية مشروع شمال سيناء. من فضلكم عندنا مساحة ضخمة جدا في شمال سيناء في مناطق بئر العبد وربعة، ويجب أن تفي الدولة بوعودها وتستكمل البنية الأساسية وتسلمها للمنتفعين وأصحاب هذه الأراضي من الملاك. هكذا يكون التطبيق الفعلي لكراسات الشروط اللي احترمها كل اللي تقدموا لمزادات بئر العبد وربعة ما بين عامي 2017 و2018. محتاجين ننمي ونعمر سينا، ولن يحدث ذلك إلا بجهود أبناء مصر. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. في حلقة اليوم، فريق الجدعان يشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مجموعة ميفاك للقاحات البيطرية في مصر، والتي نجحت في الشراكة مع مجموعة كيمن الأمريكية العالمية المتخصصة في اللقاحات البيطرية، وتمتلك حاليا أكثر من 50 مستحضر بيطري، وتصنع بعترات محلية أهم اللقاحات البيطرية لمكافحة أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي وإنفلونزا الطيور. فريق الجدعان يلتقي الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي يكشف أن طلبات الاستيراد للعجول الحية تجاوزت 800,000 رأس، وهو ما دفع الدولة إلى رفضها كاملة ومثلها الدواجن لحماية المربيين. وكيف واجهت مصر أشرس أمراض الثروة الحيوانية كالحمى القلاعية والجلد العقدي؟ تشاهدون الآن فريق الجدعان يشهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مجموعة ميفاك للقاحات البيطرية في مصر، والتي نجحت في الشراكة مع مجموعة كيمن الأمريكية العالمية المتخصصة في اللقاحات البيطرية، وتمتلك حاليا أكثر من 50 مستحضر بيطري، وتصنع بعترات محلية أهم اللقاحات البيطرية لمكافحة أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي وإنفلونزا الطيور. النجاح أكيد حلو، لكن لما تحققه لازم تبقى فاهم إن في ناس ساعدتك، يبقى لازم تقول لهم شكرا. ده كان عنوان احتفالية مجموعة ميفاك للقاحات البيطرية بمناسبة مرور 10 سنين على إنشائها. 10 سنين من الابتكار والبحوث والتصنيع والإنتاج بمواصفات عالمية للقاحات البيطرية، 10 سنين من الشراكة الناجحة مع شركة كيمن الأمريكية العملاقة، 10 سنين في خدمة المربين للدواجن والثروة الحيوانية في مصر والوطن العربي. وعلى فكرة اللقاحات البيطرية اللي بتنتجها شركة ميفاك النهاردة بتتصدر ل 15 دولة من خلال مصنعين في الصلحية والثالث تحت الإنشاء. عشان كده مجموعة ميفاك كانت لازم تقول شكرا لكل الناس اللي ساعدتها على النجاح، وأولهم الخبراء الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، والدكاترة من خبراء أمراض الدواجن محمد محمود ومصطفى بسطامي ومجد القاضي وهشام سلطان وأشرف صيوح وغيرهم، وكلهم نار على علم. تعالوا في البداية نقابل الدكتور مجد السيد رئيس مجلس إدارة مجموعة ميفاك للقاحات والأدوية البيطرية، واللي نجح لغاية النهاردة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من اللقاحات البيطرية من 3% لـ28% في 10 سنين، وبيطمح من خلال المصنع الثالث أنه يوصل بنسبة الاكتفاء الذاتي لحوالي 50%. دكتور مجدي، هفكرك بلقاء من حوالي مثلا 13 سنة يمكن 14 في 2007، كان لقاء في وزارة الزراعة وانت بتتكلم عن حلم ميفاك، كان مجرد أرض في الصلحية ما فيهاش طوبة، صح كده؟ مظبوط. وقلت لي بعد 10-12 سنة هنوقف نفس الوقفة دي وهنتكلم عن صناعة وطنية. النهاردة واقفين بنحتفل بالعالم كله اللي موجود جوه، زي ما حضرتك قلت العالم جوه في القاعة بيتفرج على قوة اللقاحات المصرية وقدرتها على حماية الأمن الغذائي في العالم.
صح ولا لا؟ مظبوط يا فندم. حققنا يا دكتور في الفترات دي كلها؟ احنا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، باخلاص العاملين والفنيين اللي جوه ميفاك، بدعم وزارة الزراعة والهيئة العامة للخطر البيطرية ومعهد البحوث وكل الناس اللي سبقت الفترة اللي فاتت دي، بالأساتذة والجامعات المصرية، بالمعاهد البحثية اللي موجودة عندنا، احنا نجحنا يا دكتور يا أستاذ محمد في تحقيق أكتر من المستهدف. احنا وصلنا في السوق المصري ان احنا بقينا رقم واحد في لقاحات الأنفلونزا. ساعدنا الدولة وساعدنا الحكومة المصرية في ان تقريبا ما فيش مشكلة حمى قلعية النهاردة يا محمد. النهاردة تقريبا ما فيش مشكلة لامبسكين أو الجلد العقدي. صحيح، احنا نجحنا بالتعاون مع الهيئات المصرية ومع الحكومة المصرية في ان احنا نعمل حملة قومية بلقاح الجلد العقدي ولقاح الحمى القلعية. احنا نقدر نقول تقريبا مصر المشكلة كنت أندر كنترول، تحت السيطرة. احنا قلنا في العشر سنين اللي فاتوا ان شاء الله قلنا عايزين نتواجد في مصر بشكل قوي. احنا الحمد لله تواجدنا في مصر بشكل قوي، وتواجدنا على مستوى الشرق الأوسط لحد باكستان، تواجدنا في 15 دولة يا أستاذ محمد. احنا في الثلاث سنين جايين وتعالى نتقابل تاني هنتواجد في 30 دولة، يعني هنعمل 15 دولة في 3 سنين زي اللي عملنا في العشر سنين اللي فاتوا. ده بسبب الشراكة المصرية الأمريكية. نجحنا ان احنا نتفق ونتحد مع الأمريكان ان هم دخلوا معنا في استثمارات زيادة، وسعنا الانتاج بتاعنا، بنعمل مصانع جديدة حاليا، هنخترق أسواق أوروبا. اللقاحات مكتوب عليها انها صناعة مصرية، ميد ان ايجيبت يا فندم، صناعة مصرية. انا سعيد جدا وفخور جدا ان النهارده الرئيس مجلس إدارة كيمن الأمريكية وقف على المسرح وقال صنع في مصر هتروح هتجوب العالم من خلال شركة كيمن. ميد ان ايجيبت او صنع في مصر، الحمد لله سجلناه حاليا في فيتنام، ده فوق ال 15 دولة. سجلناه في نيبال، بنسجل في الهند، بنسجل في شرق أوروبا، ان شاء الله قريب جدا هنسجل في امريكا اللاتينيه. ونقدر ننافس الهند من الدول الكبرى المنتجه للقاحات؟ احنا مش هنقدر ننافس، احنا ان شاء الله هنبقى من اقوى المنافسين. خلي بال حضراتكم، مصنع ميفاك الثالث في الصلاحيه الجاري انشاؤه هو الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا لانتاج اللقاحات المبتكره والمحمله وراثيا، وهي تكنولوجيا جديده مش بتطبقها غير 3 شركات في العالم، وبيستهدفوا انتاج لقاح الكوكسيديا ولقاح محمل وراثيا للسالمونيلا، ودي اهم اللقاحات الاستراتيجيه لقطعان الامهات والبياض والجدود. ده بخلاف مجموعه من لقاحات النيوكاسل والالتهاب الشعبي المعدي المحمله وراثيا وايضا المارك، يعني انقاذ كامل لصناعه الدواجن والتصنيع باحدث تكنولوجيا في العالم. ما تحكي لنا عن المصانع يا دكتور. حضرتك كنت بتتكلم النهارده على 4 مصانع. احنا فنم كان عندنا مصنع في 2011 مبني على 2000 متر. تمام. وصلنا الصلحية. في الصلحيه دي البدايه. وصلنا بيه في خلال 3 سنين ان عملنا فيه زياده في التوسعات بتاعته، وصلناه ل 4000 متر، وبعدين فتحنا ميفاك 2 المصنع الثاني الميفاك، وبقى عندنا مصنعين في ميفاك في الصلحيه دلوقتي تقدر تزورهم، شغالين واخدين ابروفلز واخدين موافقات كلها. حاليا واخدين مكان تاني ميفاك 3 لانشاء معامل متخصصه جدا لانواع معينه من اللقاحات التي تستخدم الهندسه الوراثيه. بنعمل مصنع كبير لانتاج لقاحات من الخلايا، عشان شغل الجلد العقدي والحمى القلعيه دلوقتي مطلوب مننا 100 مليون جرعه على مستوى العالم. احنا قدراتنا حاليا 20 مليون جرعه، وده ضعف احتياجاتنا في مصر. لكن احنا بنعمل مصنع عشان يعمل 100 مليون جرعه من اللقاح مع اللامب سكين ديزيز الجلد العقدي مع لقاحات اخرى للحيوانات. ان شاء الله ده هيصدر لدول العالم بره. حضرتك كمان دخلت قطاع الادويه البشريه. احنا الحمد لله مبدانا في العشر سنين اللي فاتوا وقبل ده، احنا مؤمنين بان مصر قادره، احنا نقدر نصنع ونقدر نعمل حاجه كتير جدا. احنا نجحنا مع الامريكان تاني لانهم عندهم مصنع كبير وعندهم شركه بتشتغل في منتجات للبشري. المنتجات ديت في منها حاجات للمناعه، واحنا في اشد الحاجه دلوقتي لمنتجات للمناعه في وجود الكوفيد. عندنا منتجات للذاكره، لتنشيط الذاكره المؤقته، ودي من ضمن الحاجات اللي هتنزل خلال ايام قليله في مصر. احنا عندنا مصنع كامل، يعني معاهم براءات اختراع لادويه معينه واحنا هنصنعها. عندنا 3 براءات اختراع في امريكا بنصنعها في مصر دلوقتي وبنعبيها في مصر. الماده الخام جايبينها من امريكا وبنصنعها في مصر حاليا. لو سالتك يا دكتور على فكر الدكتور مجدي السيد في دعم الصناعات الوطنيه من الدواجن والثروه الحيوانيه، ازاي بتدعمها يا دكتور وخصوصا صغار المربين؟ انا بعلن دايما للجامعات وبعت لهم جوابات وخطابات، بقول لهم ارجوكم
أي باحث بيشتغل في المجال بتاعنا وإمكانياته أو إمكانيات الكلية لا تسمح، إحنا قادرين إن شاء الله نتعاون معاهم ويجوا المعامل المرجعية عندنا ويشتغلوا عندنا. إحنا عندنا النهاردة 65 بحث دولي أسبوعاً، إحنا عندنا 3 أبحاث في أغسطس اللي جاي سيتم نشرهم في أمريكا، عندنا بحث آخر في الإيفيان ديزيز الشهر اللي جاي اتقبل الأسبوع اللي فات. إحنا الحمد لله بنطور في الأبحاث. فأنت لما بتطور في صناعة زي دي، الصناعة دي يعني عامل ومحور مهم جدا في صناعة الدواء. اللي هنقابله دلوقتي هو الدكتور أحمد القاضي، مدير التسويق والمبيعات في مجموعة ميفاك للقاحات البيطرية، هو باختصار كلمة السر في مجموعة ميفاك، وخصوصا أنه نجح في كسر حاجز عقدة الخواجة وشجع كبرى الشركات الوطنية وخاصة في صناعة الدواجن على الاعتماد على اللقاحات الوطنية. أولا مبروك 10 سنين من النجاح، 30% نسبة نمو سنويا. حضرتك قلت أرقام كتيرة جدا، أنا عايز أعرف محرتك هذا النجاح كيف تحقق؟ نتيجة نجاحاتنا اللي احنا عملناها في الفترة اللي فاتت وتواجدنا في مصر وحلينا مشكلات كتيرة جدا من انفلونزا الطيور، الحمى الكلعية، الانفكشوس برونكايتس، التهاب الشعب المعدي، الحمد لله بقينا متواجدين في دول مختلفة، وكل سنة عندنا 3-4 دول بندخلها، نروح لها بملفات ونسجل لقاحاتنا عندها ويوافقوا عليها ويعتمدوها ويدخلوها بلادهم. عندنا فرق بتتابع من أول تعيين الوكيل في كل دولة وتقديم الملفات للتسجيل سواء بنفسنا أو من خلال وكلاء لينا، بالتعاون مع شركة كيمن اللي بتساعدنا في تواجد في أكتر من الشركة دولة. الشركة الأمريكية اللي دخلت شراكة النهاردة معاكم صح؟ الشركة الأمريكية ضخت استثمارات زيادة معنا، هي شريكة معنا من 10 سنين بتضخ استثمارات، نحن بنتوسع، احنا عايزين نضاعف الانتاج 3 أضعاف عشان نغطي طلبات الناس اللي بتطلبها مننا. النهاردة الحمد لله عندنا طلباتنا أكتر من قدراتنا الإنتاجية بكتير نتيجة خطة التسويق اللي احنا عاملينها ودخولنا في الدول المختلفة. النهاردة في 15 دولة، كمان سنتين هنبقى موجودين في 30 دولة، في خلال العشر سنين اللي جايين هنبقى موجودين في 90 دولة على مستوى العالم. أحدث منتجاتنا يا دكتور؟ إن شاء الله النهاردة بنحتفل برضو بالعشر سنين وبنحتفل بمنتج جديد بنشتغل عليه بقالنا أكتر من سنتين أو 3، وهو حل من المرض مزمن في صناعة الدواجن وهو النيوكاسل، والعترة المتحورة أو العترة الجديدة بتاعته اللي اسمها جينو تايب 7، لحل مشكلة من مشكلات النيوكاسل، وهو اللقاح اسمه رينوفاك إلي 7، لقاح ماتشد 100% للمشاكل الحقلية اللي موجودة في صناعة الدواجن. برضو عندنا لقاح النهاردة حديث من اللقاحات اللي هتتضخ في لستة منتجات الشركة، ولقاح للجمبورو الاي بي دي، وبرضو لقاح مش مهندس وراثي، لقاح مستضعف لعترة من عترات الاي بي دي المعزولة حقليا، وجربناه في اكثر من مشروع داخل مصر والحمد لله نتائجه آمنة وفعالة بنسبة كبيرة جدا ضد العترات المتحورة من الاي بي دي وهو الجمبورو اللي موجود في مصر. كده دكتور احنا عندنا كم منتج في الشركة؟ النهاردة بنتكلم عندنا اكتر من 57 مستحضر مسجل ما شاء الله، سواء داخل جمهورية مصر العربية او في الخارج، وعندنا لستة تحت التسجيل او في البحوث والتطوير اكتر من 23 مستحضر تانيين هيضافوا الى قائمة منتجات الشركة. طب احنا سعرنا قادر ننافس برا؟ سعرنا تنافسي بالجودة العالية والتكنولوجيا اللي احنا بنقدمها، بالاضافة ان احنا لو سعرنا حتى مش مميز قوي بنحاول نعوض الكلام ده بالخدمات الفنية اللي احنا نقدر. انا عندي تيم فني داخل مصر من 11 دكتور بيطري، وظيفتهم المتابعة الفنية للقاحات وعملية تطبيق اللقاحات للعملاء بنفسهم. نفس الكلام ده موجود في منطقة الشرق الاوسط، وبنأسس فريق عالمي للتواجد عالميا لخدمة هذه الدول كلها. الشراكة المصرية الأمريكية في مصنع ميفاك للقاحات البيطرية حققت نجاح كبير فعلا، وبتأكد أن مصر من أهم دول العالم الجاذبة للاستثمار الجاد. تعالوا نقابل الدكتور كريس نيلسون رئيس شركة كيمن الأمريكية. Our decision to invest in Egypt was really based on a very very important strategic idea, and that is that there is a reservoir of incredible technical talent within the country that is basically untapped. That reservoir of talent, which has been really part of the education process of Egyptian universities as well as foreign universities, allows true innovation to occur within the vaccination and vaccine area. We've been able to utilize this innovative pool of talent to come up with new products that have really addressed old issues that have been, till this point, intractable within the livestock industry. We've been extraordinarily pleased so far with this investment and think that we'll be able to yield many, many returns in the future. In the next 10 years,
It's really our hope that the idea of what has happened in MEVAC here in Egypt in the past 10 years is now spread throughout the world. You know, there was a unique experiment that went on, and that was the idea that we could be able to harness local talent to be able to make vaccines that dealt with local variants of various viruses and pathogenic bacteria. That the first 10 years of MEVAC have proven that this experiment actually worked. Our challenge now in the next 10 years is to be able to take this model and replicate it in various areas around the world where similar problems occur. We remain confident that this model is very, very legible and easily able to be taken out through the world. الدكتور رامش هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة كامن الأمريكية الشريك الاستراتيجي لشركة ميفاك للقاحات البيطرية في مصر. تعالوا نقابله. I think what has really pleased us over the past 10 years that we have seen within MEVAC has been its ability to understand the changing needs of the customer, changing needs of the market, the new disease variants, virus variants that come in, and how quickly the research team has been able to adapt and produce new quality of vaccine which addresses the current needs of the customer. The speed, the agility of the research team, the ability to innovate and produce cost-effective solutions has been really very pleasing. This is what we believe we can scale across the various parts of the world, particularly the Southeast Asia market, Eastern European market, and Asian markets. One of the key focus areas for Kevin is to keep bringing in new technologies to address long-term challenges that the industry faces. In the poultry industry, salmonella, this is a foodborne pathogen, is a major concern area. So we have licensed new technology to produce new salmonella vaccine as well as an E. coli vaccine. We are looking to scale this vaccine up within the, using the MEVAC research capability and launch this product globally. الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية أهم نقاط القوة في ميفاك للقاحات البيطرية. تعالوا نقابل سيد محمود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ميفاك. 10 سنين عمر ميفاك، في العشر سنين دول الأكثر إصراراً على الاستثمار في القوى البشرية وفي المعدات التكنولوجية هو الأستاذ سيد محمود. تمام. ليه؟ للنتيجة إن أنت شايفها النهاردة ميفاك 10 سنين، أنا شايف إن في العشر سنين دول والحمد لله إحنا معدل النمو ومعدل زيادة رأس المال ومعدل الاستثمار عندنا من 30-40%. آخر خمس سنوات شهدوا طفرة وتطور في الاستثمار في ميفاك، ده نتيجة إن ميفاك دائما تبحث عن التطور، ميفاك بتبحث عن الجديد، ميفاك بتستثمر أو بتعمل على زيادة رأس المال المصدر والمستثمر في الشركة، ميفاك بتزود خطوط الإنتاج والمعامل البحثية وبتستعين بالتكنولوجيا العالمية. في حاجة اسمها كفاءة الإنفاق. يعني إيه كفاءة الإنفاق؟ يعني أنت تصرف الفلوس في المكان الصح. طول ما أنت بتصرف في المكان الصح فده يدي عائد على الاستثمار أعلى ما كنت تتوقعه، وبالتالي في أصول بتمشي عليها علشان تقدر تزود الاستثمار وتزود العائد على الاستثمار. جذب الاستثمار الأجنبي وخصوصا الأمريكي سهل ولا صعب؟ هو طبعا الاستثمار الأجنبي أنت مش هتقول له تعالى استثمر إلا لو الناس عملت دراسات بحثية ودراسات على أرض الواقع ولقيت إن المكان اللي هتستثمر فيه الفلوس ده مكان ناجح. يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم في الوضع اللي احنا فيه، ليه شركة كيمن العالمية أو الدكتور كريس بيحاول يزود رأس ماله في الشركة كل سنة عن السنة اللي قبلها؟ الراجل ده قبل ما ياخد هذا القرار جاب أكبر الشركات المالية، على فكرة شركات مالية على مستوى العالم، جابهم عملوا تقييم وبحثوا نشاط شركة ميفاك، لقوا إن ميفاك لها مستقبل باهر، ولقوا إن ميفاك كل سنة استثماراتها بتزيد والعائد على الاستثمار بيزيد عن السنة اللي قبلها. فطبعا ادوله نتائج جيدة وادوله تقييم للشركة بدرجة امتياز، لذلك الراجل بيحط فلوسه وهو بيطمن، النهاردة عايز يحط فلوس وبكرة عايز يحط فلوس، عايز يزود استثماراته بأكبر قدر ممكن لأنه حس إن الشركة ماشية في الطريق السليم، ماشية في الطريق المظبوط اللي هيأدي بها السنة الجاية والسنة اللي بعدها تبقى من رواد الشركات العالمية في إنتاج اللقاحات. هل ده العشر سنين اللي جايين؟ يعني ده المستقبل؟ ده المستقبل. بنخطط لإيه؟ إحنا المستقبل بنخطط لزيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية بأكتر من العشر سنين اللي فاتوا. الدولة بتساعد، البيئة بتساعد، سياسة الدولة على إصلاح الطرق وعلى افتتاح مشروعات جديدة وعلى الدعم اللي بناخده
نظرا لان كبر حجم الشركه بقى في تسهيلات متاحه لدى البنوك لو احنا عايزين. بس استعناش خالص بالبنوك بالمبادرات بتاعت البنك المركزي؟ والله استعنا بالمبادرات طبعا من خلال البنك اللي انا بقوله من خلال البنك الاهلي المصري. ده نتيجه الحياه الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها حاليا. ده اللي انا عايز اقوله ان الحياه الاقتصاديه الحاليه والوضع الاقتصادي في البلد بيطمئن البنوك وبيطمئن الشركات. على فكره مجموعه ميفاك وفرت حوالي 1,300,000,000 جنيه لغايه النهارده على المنتجين، ودي بتمثل فروق اسعار ما بين المنتجات المصريه والمستورده على مدى 10 سنين، وده اللي الدوله عايزاه حرفيا، تعميق الصناعه المحليه واحلال الواردات، قمه النجاح. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يلتقي الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي يكشف أن طلبات الاستيراد للعجول الحية تجاوزت 800,000 رأس، وهو ما دفع الدولة إلى رفضها كاملة ومثلها الدواجن لحماية المربيين، وكيف واجهت مصر أشرس أمراض الثروة الحيوانية كالحمى القلاعية والجلد العقدي. دلوقتي على هامش احتفال مجموعة ميفاك للقاحات البيطرية بمرور 10 سنوات على الصناعة الوطنية للقاحات والأدوية البيطرية داخل هذه المجموعة الصناعية. هنقابل الدكتور عبد الحكيم محمود، هنتكلم عن كل القضايا اللي تهم ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. خليكم معنا. من أهم المكرمين في الاحتفال بمرور 10 سنين على إنشاء شركة ميفاك للقاحات البيطرية الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهي من أهم هيئات وزارة الزراعة على الإطلاق وخط الدفاع الأول عن ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض الوبائية المتوطنة والوافدة، وحماية الإنسان من حوالي 200 مرض مشترك مع الحيوان، يعني ممكن تتنقل من الحيوان للإنسان. دلوقتي هنقابله وهنتكلم معاه عن قضايا ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية. عايز تقييم حضرتك لصناعة اللقاحات المصرية، وصلنا ليه؟ المستحضرات البيطرية اللي بتستخدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية 100% هي اللقاحات المنتجة محليا من العطارات المحلية. واحنا بنقول ان احنا الحمد لله بهذه اللقاحات. احنا بنتكلم ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية او وزارة الزراعة بتسيطر على كافة الأمراض. إحنا دلوقتي الحمد لله عدينا موسم الشتاء، بنتكلم ما فيش إصابات حمى قلاعية، يعني إحنا على الرغم من ظهور عطارات متحورة. ده بقى في الـ A والـ O ساتو؟ إحنا عندنا يعني A O ساتو. الـ A لقينا فيه مشكلة السنة دي في نوفمبر اللي فاتت، لقينا إن الـ A اللي موجود عزلنا عطرة حمى قلاعية. حمى قلاعية طيب إيه؟ الـ A تحور. تحورت بالظبط كده، هي نفس العطرة المصرية ولكن التركيب الجيني بتاعها اتغير. ده اكتشفناه من خلال وان احنا بنعمل عمليات نسوح وتقصي اللي بنتم من خلال البرامج. ممتاز بجد. وبالتالي خدنا العطرة ديت وبعتناها للمعامل تقييم اللقاحات عشان تقول لنا وتجاوب هل اللقاح اللي احنا بنستخدمه هيبقى كافي ضد حماية ضد هذه المرض. قالت لنا لا، اللقاح دوت العطرة دي مش هيبقى كافي اللقاح. وبناء على هذه النتيجة بسرعة ومن خلال بقى المعهد الأمصال واللقاحات بالعباسية التابع لمركز البحوث الزراعية المعمل الحكومي وشركة ميفاك، طلبنا منهم ان هم يحضروا لنا لقاح مخصص ضد هذه العترة. وده كان تحدي للسباق قبل انتشار المرض، يعني مين اللي يتحرك الاول، مين اللي يتحرك بسرعة، احنا ولا المرض. الحمد لله بنتكلم ان احنا حصلنا اكتر من 3,000,000 من المشية بهذا اللقاح الجديد، وقدرنا نسابق المرض، عدينا فترة انتشار المرض، مفيش اصابات من هذه العطره. احنا دلوقتي كل المسوح اللي احنا بنجيبها ما لقيناش العطره دي ظهرت الثاني اللي هي العطره المتحوره من تايب ايه اللي هي ايه افريكا جينوتايب 4. فاحنا ده كان
بينم على ان القدرات البيطريه ومعامل التشخيص ومعامل الرقابه على اللقاحات ومعامل ومصانع انتاج اللقاحات عندها القدرات انها تكون اسرع من انتشار المرض. دكتور عبد الحكيم، السنه دي في انجاز كبير قوي ان احنا لاول مره نستخدم لقاح ضد الجلد العقدي من مصر. كنا بنستخدم الاول جدر الاغنام صح، وكان بيدي نفس الاثر، ولكن احنا نعمل لقاح مصري من الجلد العقدي ونحصن بيه حيواناتنا في حمله كبيره جدا وننجح ان الاصابات تقريبا صفر، ده انجاز كبير جدا. مبسوط من الثقه في اللقاحات البيطريه المصريه. شوف حضرتك، طبعا احنا كنا بنستخدم لقاح اسمه جدري الاغنام للحمايه من ضد مرض مختلف اسمه جلد العقد. الجلد العقدي، تمام، مرض في الماشيه من اشرس الامراض، ده مرض بتاع الاغنام وده مرض بتاع الماشيه الابقار. كويس. طيب اللقاح اللي احنا كنا بنستخدمه اللي هو جدري الاغنام كنا بنقابل منه مشاكل. ايه مشاكله؟ اولا هو لقاح فراجايل، يعني اللقاح بيتكسر بسرعه. رقم 2، اللقاح ده لازم يتحقن في الأدمة في طبقة الجلد نفسها، مش تحت الجلد، في الجلد نفسها. وفين؟ في منطقة اللي هو في الديل من تحت. عملية ان انت تروح تحصن حيوانات في المنازل وتمسك الديل وبعدين تدخل السرنجة جوه منطقة الأدمة او جوه الجلد نفسه وتحقن اللقاح، عملية طبعا ما هياش سهلة وبتعرض طبعا الأطباء للمخاطر. طبعا كان برضو النتائج الحماية بتاعته ما هياش بالصوره اللي احنا نقول ان احنا مثلا انها قويه، واخد بال حضرتك؟ طيب فكان الاتجاه، طب ايه الحل البديل؟ طبعا احنا قيمنا الحل البديل. الحل البديل هو ان احنا نستخدم لقاح من نفس المرض الجلد العقدي، عتره اسمها نيسلينج، دي جلد عقدي مستضعفه. طلبنا طبعا، واخد بال حضرتك، ديت ايه ميزتها بقى؟ دي ميزتها بالمقارنه بالجدري، ميزتها انها بتتحقن تحت الجلد، فبالتالي سهل تتحقن في اي مكان. طبعا بعد اول اسبوع او اسبوعين الحمد لله اطمنا ان مفيش اي شكاوى من اللقاح او من طرق تطبيقه. فاحنا يعني بنقول الحمد لله ان لولا كده، لولا ان احنا عندنا قدرات انتاجيه، عندنا مصانع عندها القدره انها تنتج لقاحات ذات كفاءه عاليه، لقاحات امنه، ده دعم لمنظومة حماية الثروة الحيوانية. دي أدوات بتطول إيدينا وبتقوي إيدينا في السيطرة على هذه الأمراض. خلي بال حضراتكم، الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة سنة 1985، وتعين في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية في مركز البحوث الزراعية، وحصل على درجة الأستاذ العلمية سنة 2008، وبعدها اتعين لمدة 5 سنين كمستشار لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وبعدها تولى منصب مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية، وفي شهر نوفمبر سنة 2018 تم تعيينه رئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. حرك عضو فاعل وقوي في اللجنة الخاصة باستيراد الدواجن، البت في قرار الاستيراد. أولا آخر لجنة ليست هناك أي موافقة على استيراد أي كميات من الخارج، ألف شكر. عايزين نكمل. شوف حضرتك، لحماية الصناعة. بص حضرتك، أولا في لجان في وزارة الزراعة مشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن هذه الأمور، بشأن هذه الاستيراد، حتى لا نؤثر على الانتاج المحلي. فطول ما في انتاج محلي كافي فإحنا بنقفل الباب، وده اللي حصل فعلا في آخر لجنة، وإنه هو تم رفض استيراد الدواجن ومجزئات. يا دكتور، ما ينفعش ان انا يبقى عندي 25 ألف مربي في منظومه البتيلو، ودوله صرفت 4 مليار جنيه عشان تحمي مربي البتيلو، واجي الاقي طلبات من شركات الاستيراد 100 ألف راس. ده غير مقبول. إيه؟ كان لازم يترفض. لا لا حضرتك، ده أكثر. احنا لا لا لا، ده انا مش عايز اقول لحضرتك، احنا طلبات الاستيراد كانت تخطط ال 800 ألف راس. معقول الشركات طالبه استيراد 1000؟ الكلام ده ما بيتوافقش عليه، واخد بال حضرتك، والكلام ده كله بيترفض. دي طلبات عشوائيه، يعني شركات ما عندهاش فكره حتى في السوق. بص حضرتك، يعني هي احد مهام هذه اللجنه هي الحفاظ على حاجتين، الحفاظ على الانتاج المحلي واسعاره، والحفاظ على تواجد السلعه بالصوره، وخاصه ان انت في احيانا بتبقى محتاج مثلا مواسم. طيب احنا بنتكلم، تعالى مثلا من سنه فاتت
لولا هذه اللجان ما كانش التوازن ده هيتم ما بين الانتاج المحلي والاسعار. احنا الحمد لله الاسعار شبه ثابته. طبعا المبادرات اللي بتقدمها القياده السياسيه لدعم مشروع البتيلو ودعم تطوير مزارع الصغيره العنابر المفتوحه وتحويلها الى عنابر مغلقه، اتاحه 19,000 فدان في 4 مناطق للاستثمار في الانتاج الداجيني، الثوره والطفره اللي بتتم في مجال الثروه السمكيه والمزارع السمكيه، دي كلها يعني جهود بتشهد وبتدل على تطور الثروه الحيوانيه في مصر وتطور الدوله، وان شاء الله ان احنا يعني نرجع ان شاء الله في الرياده تاني. جيش الهيئه العامه للخدمات البيطريه نجح في حمايه ثرواتنا الحيوانيه من اشرس امراضها الحمى القلعيه والجلد العقدي، ومنع وصول حمى الوادي المتصدع للاراضي المصريه بعد رصده في السودان، ومن خلال فرق التقصي والرصد النشط بيبذل أقصى جهده لحماية الثروة الداجنة. ربنا يحفظهم. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما انهي حلقة النهاردة أحذر من مخلص جمركي بيبدأ اسمه بأحرف ميم ميم ألف. هذا الرجل عليه 11 قضية نصب. أنت كراجل مصدر بتبقى عايز تصدر حاجتك للخارج، بيبعت لك كونتينر ياخد الحاجة من المصنع وبيخرج من عندك ما بتشوفش بضاعتك مرة تانية، عليه 11 قضية نصب. هذا الرجل تسبب في خسائر فادحة لاتنين أنا أعرفهم شخصيا، الأول منتج للعسل وخلايا وطرود النحل، خد منه كونتينر قيمته أكتر من 70,000 دولار واختفى تماما. أيضا في 2 كونتينر خدهم من مصدر للثوم قيمة الطن كانت لا تقل عن 42,000 جنيه، خد كل هذه البضائع وحرقها في السوق واختفى تماما. طن الثوم اللي تمنه 42,000 جنيه باعه ب 12,000 جنيه، يعني نصاب رسمي. هذا الرجل لا يمكن السكوت عليه، عشان كده قررت أن أحذر كل المصدرين من هذا المخلص الجمركي. من فضلكم روحوا لشركات كبرى لها تاريخ في التخليص الجمركي. أما أن يدخل شخص عليك في مواقع السوشيال ميديا ويقولك أنا ممكن أساعدك وأبعت لك كونتينر وبأقل سعر ويديك أسعار لا يمكن أن تصدق لنقل هذا الكونتينر للدولة اللي أنت عايزها، إذن هناك شيء خطأ. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة الجمعة فريق الجدعان في لقاء الساعة مع السيدة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تكشف خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، والبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وآليات النهوض بالصناعة الوطنية. فريق الجدعان يكشف خلال لقائه بالسيدة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موعد انطلاق المجمعات الصناعية الجديدة للشباب وصغار المستثمرين، والبالغ عدد وحداتها 1657 وحدة في 7 محافظات، والمميزات التي تمنح للمستفيدين بهذه المجمعات.